أهلا بيكم أعزائنا السادة المشاهدين في برنامجكم صحتك بالدنيا. أنا اسمي دكتور إيهاب مفيد، استشاري الغدد الصماء والسكر. موضوع حلقة النهاردة هنتكلم عن حالات مشاكل النمو ومشاكل البلوغ. إذا كان عندنا وقت في البرنامج هنتكلم عن مشاكل البلوغ كمان. في الأول أحب أعرف حضراتكم بجهاز الغدد الصماء. جهاز الغدد الصماء هو جهاز دقيق جدا عمله ربنا سبحانه وتعالى في جسم الإنسان، تقريبا بيشارك في كل العمليات الحيوية في جسم الإنسان من أول ولادته طول عمره، وهو أهم جهاز مسؤول عن النمو والبلوغ والإنجاب، يعني زي ما هنشوف كده في فترات عمر الإنسان. جهاز غدد الصماء بيتكون من 7 غدد تقريبا. الغدة النخامية اللي هي موجودة في قاع الجمجمة، ودي بنسميها المايسترو جلاند. بنسميها المايسترو لأنها الحقيقة بتتحكم هي لوحدها، بتفرز كذا هرمون مهم من ضمنها هرمون النمو اللي هو من أهم هرمونات النمو في الأطفال، وبتتسمى المايسترو لأن هي بتتحكم في 3-4 غدد تانيين زي الغدة الدرقية والغدة الكظرية والخصيتين والمبايض، فهي الحقيقة من أهم الغدد عندنا وخصوصا في مراحل النمو والبلوغ. بعديها عندنا الغدة الدرقية اللي هي في مقدمة الرقبة، ودي بتفرز هرمون مهم جدا وهرمون مهم قوي في النمو اللي هو هرمون الثيروكسين. وفي الغدة الجار درقية اللي هي 4 غدد صغيرين حوالين الغدة الدرقية، ودول مهمين جدا للحفاظ على نسبة الكالسيوم في جسم الإنسان، ودي برضو من الغدد المهمة جدا في عمليات النمو. بعد كده عندنا البنكرياس، وده من أهم الغدد لأنه بيفرز هرمون الإنسولين اللي هو مسؤول عن ضبط مستوى السكر في جسم الإنسان. وأشهر مرض عندنا طبعا في الغدد الصماء اللي هو مرض السكر، مسؤول عنه غدة مهمة جدا اللي هي البنكرياس. بعد كده عندنا الغدة الفوق كلوية أو الغدة الكظرية، بتفرز هرمونات مهمة قوي برضو، مسؤولة عن ضبط ضغط الدم وضبط مستوى الأملاح في جسم الإنسان، وبرضو من الغدد المهمة، وأعتقد اتكلمنا عنها في حلقات سابقة قبل كده. نيجي بعد كده للخصيتين والمبايض اللي هم برضو هرمونات هامة جدا، مسؤولة عن البلوغ ومسؤولة عن الإنجاب سواء في الإناث أو الذكور. لما نيجي نتكلم عن مشاكل النمو، الحقيقة كل الناس يعني اللي بيجي على خاطرها في الأول وهلة كده إن مشاكل النمو هي فقط هرمون النمو، ودايما يجي الناس في الكشف لما يجي مع ابنه أو بنته علشان هو ملاحظ إن نموه مش طبيعي أو أقصر من زمايله في المدرسة، يجي على طول بيسأل على هرمون النمو، هل ناخد هرمون النمو، هل ما ناخدش هرمون النمو. طبعا هو هرمون مهم جدا جدا زي ما هنقول، لكنه مش هو بس المسؤول عن النمو. ودايما انا اقول للمرضى اللي بيجوا علشان كده بقول لهم لا، في فحوصات مبدئيه في الاول، لان في حاجات بسيطه قوي ممكن تاثر على نمو الطفل وبلوغه وما يكونش هرمون النمو، فاحنا ما ينفعش زي ما بقول لهم دايما كده، ما ينفعش نطلع الدور الثالث قبل ما نطلع الدور الاول والثاني. فاحنا لما يجي لنا حد بيعاني من نقص في النمو، هرمون تحليل هرمون النمو ده تحليل شويه معقد، يعني ما بيتعملش بعينة واحدة، لا ده في تحليل بنسميه تحليل استفزازي لهرمون النمو علشان يبان هل فعلا في قصور ولا لا. ان احنا بنقيس هرمون النمو اول ما يصحى الولد بدري، وبعد كده بنديله مادة استفزازية، المادة دي بتحفز ان هرمون النمو يطلع ويتضاعف في التحليل، يعني يبان 10 أضعاف التحليل المبدئي الأولي. إذا زاد مع استفزاز هرمون النمو يبقى الولد طبيعي، ما زادش يبقى فيه نقص في هرمون النمو. لكن قبل ما بنلجأ للتحليل زي ده لازم نشوف الحاجات البسيطة اللي هي قد تعوق النمو بتاع الطفل، زي أبسط حاجة مثلا الهيموجلوبين. ساعات الأنيميا تعوق النمو الطفل، يبقى نصلح الأول الهيموجلوبين وبعد كده نبص على الحاجات الأكثر تعقيدا. ساعات ومن أكثر الأسباب بيبقى مش سوء التغذية على قد ما هو ما بيبقاش الناس عارفة إيه الحاجات المهمة لنمو الطفل. يعني دايما الأطفال أو في سن ده يهتموا بالبيتزات بالحلويات، إنما العناصر الغذائية في الغذاء كتير قوي
من اولادنا بيهملوا، زي مثلا اكل السلطات، الخضار، البروتينات، الحاجات اللي فيها كالسيوم، اللي هي فعلا مهمه لبناء الجسم ومهمه لنمو الطفل ومهمه للبلوغ برضو. فقبل ما نلجا لفحوصات معقده او ندي ادويه معقده، لازم الاول الحاجات دي تبقى معروفه لدى الاهل، طريقه التغذيه السليمه، ممارسه الرياضه. الرياضه والجري من اكتر الحاجات اللي بتطلع هرمون النمو الطبيعي في الجسم. ويؤسفنا ان الحقيقه ان دلوقتي تسليه شبابنا وصغار السن عندنا ما بقتش زي زمان. احنا زمان في اجيالنا كانت الوسيله عندنا للتسليه هي مروح النادي او حتى التمشيه في الشارع، اكتر من ان هي القعاد في البيت قدام الكمبيوتر او الانترنت او القنوات الفضائيه. ما كانش عندنا غير قناه او اتنين نتابع مسلسل واحد في اليوم، وكانت الفسح بتاعت الشباب حقيقي كانت الرياضه في النادي وكده. دلوقتي الحقيقه بنشوف ان الحقيقه معظم الناس وسائل التسليه عندهم ما فيهاش حركه، كلها في البيت، اذا كان انترنت او قنوات فضائيه. وبقى مروح النادي حتى بيقتصر على ان بنشوف الناس في النوادي بتروح تاكل اكتر ما هي بتمارس رياضه. فمهم قوي نعلم اولادنا من صغرهم ان ممارسه الرياضه مهمه جدا. الحكايه دي اثرت في نمو اجيالنا فعلا، بقى الولد يطلع سمين والبنت وقصير، انما الحقيقه المفروض ان هو يطلع اطول من كده لو مجرد ان هو بيعمل رياضه بسيطه. ده غير برضو ان حكايه عدم ممارسه الرياضه سببت لنا مشاكل صحية تانية غير موضوع النمو، زي مثلا ظهور السكر من النوع التاني بدري عن ميعاده، بيظهر في أطفال لأن الأطفال طريقة تغذيتهم غير سليمة، ده غير عدم ممارسة الرياضة. فإحنا الحقيقة قبل ما نبتدي ندور في الفحوصات، لازم نمط الحياة السليم، زي ما بنقول في معظم عيانين السكر نمط الحياة السليم أكبر جزء في العلاج، برضو نمط الحياة السليم في مرحلة النمو والبلوغ من أهم الحاجات، اللي هي التغذية السليمة، ممارسة الرياضة، تناول الحاجات الأطعمة اللي فيها كالسيوم وبروتينات وفيتامينات أكتر من النشويات والحلويات. يبقى دي أول حاجة مهمة في طريقة النمو السليم. بعد كده لما بنبتدي نفحص أجهزة الجسم المختلفة، ما بنبتديش برضو بالتحاليل المعقدة، بنبتدي معانا اتصال. السلام أيوه، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بعد إذنك، إحنا في طفلة يعني ما بتتعداش الثمان سنين أو الثمان سنين أو السبع سنين، أيوه قصيرة جدا عن سنها. أيوه، طولها كام حضرتك يعني؟ يعني طولها ما تتعداش ال نقول ال 40 سم بالظبط. لا لا، 8 سنين. آه طيب حضرتك تابعنا، هي لازم هتعمل فحوصات، هتعمل هيموجلوبين، هتعمل وظائف كلى وكبد، هتعمل غدة درقية، وهتعمل هرمون النمو، وهتعمل تحليل جينات وراثية أو بيسميه كاريوتايبنج، اللي هو الكروموزومات الوراثية، إن في بعض الأمراض برضو ليها علاقة بالجينات الوراثية تؤدي إلى قصر القامة. فما أعتقدش إن بنت حضرتك، هو المفروض على 4 سنين يكون الواحد متر، فهي إذا كانت 40 سنتي متأخرة قوي، لازم تتوجه لدكتور غدد صماء يشوفها. بس قيسها صح مظبوط وقيس وزنها صح، ولو حبيت تكلمنا مرة تاني مفيش مانع. نرجع لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم على بداية الفحوصات. لما بنعمل فحوصات لحد نموه مش طبيعي، او الاهل ملاحظين ان هو اقل من اقرانه سواء في المدرسة او في العيلة، بالاول بنقول لهم نمط الحياة الصح. بعد كده بنبتدي بالتحاليل البسيطة اللي هي تحليل صورة الدم، الهيموجلوبين، تحليل وظائف الكلى والكبد، تحليل نسبة الكالسيوم، وبعد كده ندور على هرمونات معينة. أهم هرمون الحقيقة عندنا قبل الغدة النخامية اللي هي هرمون النمو، عندنا هرمون الغدة الدرقية في منتهى الأهمية، وده تحليل بتعمله وزارة الصحة عندنا من في اول اسبوع في ولاده الطفل. وما عندكوش فكره حضراتكم التحليل ده مهم جدا قد ايه، وفرق مع المصريين قد ايه. ان هو دلوقتي بيتعمل حاجه اسمها سكريننج، يعني كل المواليد تقريبا ما بتطلعش شهاده الميلاد الا لما بيطمنوا ان التحليل ده مظبوط، لان التحليل ده مهم. خلل هرمون الغده الدرقيه او نقص افراز هرمون الغده الدرقيه من الولاده يؤثر على نمو الطفل الجسدي والعقلي. يعني اذا ولد طلع او بنت
اتولدت عندها نقص جامد في هرمون الغدة الدرقية من الولادة، ما بيبقاش في علامات ولا أعراض تبان على الطفل غير بعد 3 4 سنين، لما يلاقوا إن الولد ما بيتكلمش، ما بيمشيش صح، نسبة ذكائه قليلة جدا، وبيكون ساعتها الوقت اتأخر. فالتحليل ده مهم قوي من ساعة الولادة، والحقيقة من أنجح التحاليل بتاعت وزارة الصحة، ولما بيحصل فيه خلل بيتصلوا بالأهل وبيوجهوهم لدكتور متخصص في الغدد الصماء. لأن نمو الطفل سواء زي ما قلنا نمو العظم أو نمو الهيكل بتاعه ونمو ذكائه بيعتمد اعتماد كلي على هرمون الغدة الدرقية، من أهم الهرمونات. ده ممكن يحصل من ساعة الولادة، لكن ما يمنعش إنه يحصل في أي سنة، يعني بعد سنة 2 3. فكتير قوي لما بعد ما اتعمل في ساعة الولادة وطلع كويس ولاحظنا إن نمو الطفل مش طبيعي، بنعيده تاني وممكن نلاقي إن حصل خلل في وقت من الأوقات، وخصوصا بيبان كمان في مراحل البلوغ، وخصوصا في البنات يبان كويس قوي إذا كان اتأخر البلوغ من أول التحاليل اللي بنعملها هرمون الغدة الدرقية. إذا عملنا هرمون الغدة الدرقية وتأكدنا إن هو كويس ومفيش حاجة في الطفل، وبرضه ملاحظين إن نمو الطفل مش طبيعي، بنعمل زي ما قلنا تحليل هرمون النمو. برضه من ضمن الحاجات اللي بنشوفها، الناس متخيلة إن تحليل هرمون النمو عينة واحدة الولد يروح يعملها الصبح ويجي بيها يقول أنا عملت تحليل هرمون النمو، ما هواش بيتعمل عينة واحدة الحقيقة. وزي ما قلنا في بداية الحلقة، التحليل ده غلبة شوية، لأن الطفل بيقعد في المعمل 4 5 ساعات، وبنديله مادة استفزازية تستفز هرمون النمو. المادة دي عبارة عن ساعات. معانا اتصال. ألو، الو، ايوه مع حضرتك. انا بنتي عندها 11 سنه ونص، أيوة. وكنت عملت لها تحليل هرمون النمو فعلا من 5 سنين، وبعدين هو عندها قليل وبتاخده. هي المشكله دلوقتي ان هي كانت تاخد العلاج من ابو الريش، واحنا بقالنا شهرين ونص ما فيش الحقن في ابو الريش. فالوقفه اللي احنا واقفينها دي، طب مش دي حق هي مش اخذت حق 5 سنين يعني او 6 سنين؟ بقالها 5 سنين بتاخده. طب ووصلت للطول المناسب؟ هي دلوقتي 11 ونص وطولها 130 ووزنها 35 ونص. ابتدت في مراحل البلوغ ولا لسه؟ هي كمان المشكلة ان هي عندها بلوغ مبكر، فبتاخد برضو الحقنة، بس دي انا بجيبها من بره، يعني مش بديها، مش بتاخدها في بوريش. هي بتتصرف في التأمين الصحي الحقنة دي؟ ما احنا بناخد بيدونا اللي هو الحقنة التانية اللي هي بتاخدها كل يوم. هي بتاخد كل يوم دلوقتي واحدة، انت بس هي عايزة اللي هي كل شهر يعني لا، انا اللي هي او كل بتاعة 3 اسابيع؟ البلوغ بتاخدها كل 3 شهور، لكن هي دلوقتي اللي هي اللي بناخدها من ابو الريش بتاخد واحدة في اليوم. ايوه. وبعدين حتى كمان بقالنا الوقت شهرين ونص ما فيش حقن خالص، ايوه وما اعرفش بقى دي واقفين استيرادها ولا ايه. فمش ايوه عارف احنا الوقفه اللي احنا واقفينها دي بتأثر بقى عليها دلوقتي ولا ما انا هقول لحضرتك. هو طبعا يعني من غير ما اشكر في جهود ابو الريش او التامين الصحي، اللي اتصرف على بنت حضرتك او اللي اخدته 5 6 سنين، ده حاجه كويسه جدا. يعني كون ان هي اخدت 5 سنين او 6 سنين هرمون النمو، دي مبالغ ضخمه جدا جدا طبعا. وانا شايف ان الطول دلوقتي اذا كان 100 حاجه و30، هي مع اكتمال البلوغ هيحصل لها طفره في النمو، هتطول حوالي ما بين 15 او 20 سنتي، فهتبقى في حدود المعقول. صحيح ممكن نصبر عليها وتاخد فترة تاني، لكن ما تأزميش الموضوع قوي وتبقي نفسيا، لأن اللي اتعامل معاها حاجة كويسة جدا الحقيقة. فإذا كانت الحقن فيها نقص دلوقتي شوية ومش قادرين نديها دلوقتي، فما تقلقيش، الحقن اللي بتأخر البلوغ هتديها فرصة كويسة إن هي تطول. انت عارفة طبعا واكيد سمعتي الكلام ده، ان بعد ما البلوغ يكتمل بحوالي 2 3 سنين العظم بيقفل. فاذا هي بتاخد الحقن اللي بتوقف البلوغ، فاطمني عظمها مش هيقفل، فتقدر نستنى لما الحقن تيجي. او على كده انا شايف الامور مش وحشة، لكن لو اخدت 6 شهور او سنة كمان يمكن توصل 100 حاجة و40، ام لما يعني يكتمل البلوغ هتبقى 100 حاجة و60، ده طول مش وحش يعني.
فمادام بتاخد الحقن اللي هي بتوقف البلوغ قدامها فرصه برضو عظمها لسه ما قفلش، فبس انت شجعيها بقى ان هي تاكل كويس، تعمل رياضه كويس لغايه لما تتوفر لها الحقن. واذا تعذر توفر الحقن في الوقت ده، هو ده وقت البلوغ الحقيقه، يعني من 9 سنين او من 10 سنين ل 13 او 14 سنه ده وقت البلوغ. فهي اذا حصل لها بلوغ دلوقتي ما هياش مشكله، لانها مش هتطلع قصيره قوي زي ما كان ممكن تحصل لو ما اخدتش العلاج. فانا بطمنك لو هي متوفر لها حقن بتاعه اللي هي اتاخر لها الدوره، ما فيش مشكله، عظمها مش هيقفل، وهتاخد فرصه تطول سواء لوحدها او لو اتوفر لها الحقن تاني. بشكرك على اتصالك لانك فتحت لنا مجالات كويسه جدا انا كان نفسي اقولها ففرصه في سؤال حضرتك. الناس عرفت ان بعد البلوغ، لان الناس بتيجي قوي بعد ما البلوغ اكتمل يسالوا على ليه طلعت قصيره، طب نعمل ايه دلوقتي، بيكون العظم قفل، وفرصه ان هو الطفل او الشاب ياخد هرمون النمو بتبقى راحت عليه تقريبا. ودي برضو من المشاكل اللي كنا هنقولها لحكايه البلوغ المبكر، ان في بعض الناس في الارياف بالذات ينبسطوا من البلوغ المبكر، لما البنت بالذات تبتدي البلوغ مثلا سن 8 سنين او كده تلاقي الاهل مبسوطين يعني وكده، لكن الحقيقه دي حاجه مرضيه لازم تتعالج. زي ما حضرتك مهتميه كده، لو البنت ما تعالجتش وخدت الحقن اللي بتوقف البلوغ هتطلع البنت قصيره قوي، اقصر من الطول اللي المفروض تبقى موجوده عليه. فالحقيقه الحاجات دي الهرمونات دايما نسمع الناس يقول لك لا مش عايزين نلعب في الهرمونات، لا مش عارف ايه، لا طبعا هي الهرمونات زي اي دواء سلاح ذو حدين، لو اتاخدت صح تفيد الانسان جدا ولو اتاخدت غلط تضر الانسان. وبمناسبه حكايه اخدان الهرمونات غلط، الحقيقه يعني معلش احنا يمكن بنخرج عن موضوعنا شويه بس دي حاجه نقطه في منتهى الاهميه، لان لاحظنا كتير قوي في شبابنا الفترات اللي فاتت اللي هم بيروحوا جيم ومهتمين بكمال الاجسام، ودي حاجه كويسه قوي ان هو يبقى مهتم بجسمه وبالرياضه، لكن الغلط انه يستعمل الهرمونات كوسيله ان هو يكبر بيها عضلاته او علشان خاطر نمو العضلات، ساعات يبقى ليها اضرار سيئه جدا جدا، سواء هرمون النمو او هرمونات مشتقه من الهرمونات الذكريه تكبر العضلات، دي طبعا دي ليها اضرار ودي ليها اضرار. نرجع تاني الموضوع، احنا كنا اتكلمنا عن الخطوات اللي احنا بنراعيها لما يجي لنا حد بيعاني من نقص في النمو، ان احنا الاول بنفهمه نمط الحياه الصح سواء من الاكل او من الرياضه، بنعمله التحاليل المبدئيه اللي هي الهيموجلوبين، وظائف الكلى، وظائف الكبد، تحاليل كالسيوم، تحاليل غده درقيه، وتحليل هرمون النمو اللي هو زي ما بقول دايما ما بيتعملش، ان احنا يوميا بنشوف ناس جايبه تحليل هرمون النمو كده معمول الصبح مره واحده، ده ملوش اي معنى عندنا ولا ليه اي تقدير، سواء طلع قليل او كتير او طبيعي ده ملوش اي تقدير عندنا. بنعمل يا تحليل استفزازي، يا اما في تحليل جديد بس مكلف قوي اللي هو بيبين الجزء النشط اسمه انسولين لايك جروث فاكتور، الجزء النشط من هرمون النمو او الفعال اللي هو فعلا لو في خلل يبقى الولد محتاج علاج. انما لغايه دلوقتي معظمنا بيعمل اللي هو التحليل الاستفزازي اللي هو بندي ماده زي الانسولين، الانسولين ده يعمل يعني زي ما كلنا عارفين هبوط خفيف قوي في السكر، هرمون النمو يطلع لانه من الهرمونات اللي بتطلع كرد فعل لما يجي السكر يوطى، قوم تطلع زياده عن اللزوم، تطلع تعدي 10 مايكروجرام، قوم نلاقي ساعتها في استجابه كويسه للمؤثر المستفز الهرمون النمو. في بعض الناس بندي قرص كده اسمه كلينيدين، جرعه صغيره قوي تحاول تخلي الضغط واطي سنه، قوم برضو يتفاعل اجهزه الجسم لما يجي الضغط يوطى ان هو يطلع هرمون النمو من ضمنها. عشان كده التحليل ده الولد بيقعد في التحليل غلبه شويه، الولد بيقعد في المعمل او في المستشفى 4 ساعات لغايه ما تاثير المؤثر ده يروح ونطمن ان هو كويس، ويتقاس له تحليل هرمون النمو كل نص ساعه، اذا عالي 10 أضعاف النورمال تقريبا اللي هو إذا طلع 1 1 من 10 أو عدى 10 بيبقى ده طبيعي جدا وما عندوش نقص في هرمون النمو. زي ما كنا بنقول الهرمونات عندنا سواء بالنقص أو بالزيادة ليها أضرار، برضو إذا حصل زيادة في إفراز هرمون النمو مشكلة، لأن هو بيؤثر يعني بيسبب مرض اسمه جاينتيزم اللي هو العملاقة، بيطلع عظم الانسان طويل قوي وبيطلع الولد طويل جدا يعدي ساعات 1.90 متر او 2 متر، فاي ملاحظه حاجه زي كده، صحيح المرض ده نادر بس موجود، يعني ان يبقى طالع زياده افراز هرمون النمو، وفي الحاله دي
بنعمل فحوصات بنقيس هرمون النمو، بنقيسه بطريقة عكس الطريقة اللي هي مستفزة، بنديله حاجة المفروض تقلله، بندي مثلا جلوكوز في الوريد او حاجه ونقيس هرمون النمو، اذا ما حصلوش سبريشن يعني ما قلش، يبقى الولد ده فعلا عنده زياده في افراز هرمون النمو، وساعتها لازم نعمل اشعه رنين مغناطيسي على الغده النخاميه. واذا لقينا عاده بيبقى في ورم صغير كده دلوقتي بيستأصل سواء جراحيا او بجهاز اسمه جاما نايف، بيعفي الولد من المرض ده. برضو مرض زياده افراز هرمون النمو ساعات يحصل متأخر، يعني بعد سن البلوغ وبعد ما العظم يقفل، وده مرض على فكرة مشهور قوي ومعروف اسمه أكروميجالي، اللي هو برضو بنلاقي الإنسان عظم جسمه تضخم شوية سواء في كفة الإيد أو في كفة الرجل، وساعات تبقى ملحوظة كده إن لو الإنسان واخد باله شوية يقول لا ده أنا مقاس الحذاء بتاعي اتغير وكبر بعد سن 18 أو 20 سنة، المفروض إن هو ما بيتغيرش. معانا اتصال. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. لو سمحت، انا ابني عنده 12 سنه وطوله 131 سنتي. ايوه. بلغ وولد. حصل له بلوغ حضرتك؟ لا لسه. انت عايزه تفحصيه نشوفي فيه نقص ولا لا، مش كده؟ ايوه، عايزه اعرف ان هو كده طوله قصير قوي، اللي يشوفه بيفتكره في ابتدائي وكده. هو يعني احنا عندنا كده كيرفات بنقيس عليها الاولاد، هو يعني أقصر من غيره شوية، بس هو الحقيقة إن في الفترة دي، فترة ما بين 10 و14 سنة، التفاوت في المدارس بيبقى كتير قوي. اللي بلغ بيحصل له طفرة في النمو، يعني بيتولوا 20 سنتي عن أصدقائه في خلال فترة قصيرة، فبيبان تفاوت جامد قوي في الكلاس أو في الفصل ما بين الأولاد وما بين البنات. اللي ابتدى بلوغ بدري بيحصل له طفرة في النمو، فتلاقيه بيطول قوي عن زمايله، وبعد كام سنة عظمه بيقفل، وزمايله اللي لسه ما بلغوش بيحصلوه ويمكن كمان يزيدوا عليه. إنما ما فيش مانع إن هو يبتدي يعمل برضه فحوصات، إن هو بيعمل برضه زي ما قلنا تحاليل عادية وتحليل غدة درقية وتحليل هرمون النمو، إذا في خلل يتعالج. وإذا عدى سن 13 أو 14 سنة وما ابتداش البلوغ، بنبتدي ندور في هرمونات البلوغ. نقطة مهمة جدا، إن إحنا قبل ما بنبتدي الفحوصات في السن ده بالذات، إن السن ده حرج، لازم بنعمل أشعة على الساعد بتاع العيان أو الإيد، كف الإيد ده مهم قوي في حاجتين. الأول بيقدر يحدد عمر العظم كويس قوي، تاني حاجة بيبين إذا كان العظم ابتدى يقفل ولا لأ، لأن هو المرحلة دي لو كان البلوغ ابتدى والعظم ابتدى يقفل، مش صح قوي إن احنا نعالج بهرمون النمو، تقريبا ممنوع، لأنه هيكبر العظم بالعرض، يخلي العظم بدل ما يطول يزيد في العظم، ده ممكن يعمل مشاكل هو في غنى عنها. فإذا كان العظم ابتدى يقفل، احنا بنقول لا خلاص بقى نلجأ للوسائل الطبيعية اللي هو يمارس رياضة وكده، وما بنقدرش، ما بقاش في فرصة ان احنا نعالج بهرمون النمو. علشان كده دايما يعني فعلا نصيحة بنقولها للناس، الوقت اللي الانسان يلجأ فيه للدكتور مهم جدا، مهم قوي ان الاب او الام يتابعوا الطفل كل فترة عند طبيب الاطفال، علشان لو احتاج ان هو يحوله الدكتور غدد لقى انه النمو، مراحل النمو عنده متأخرة، ما يبقاش عدى الوقت اللي ممكن يتعالج فيه. معانا اتصال. ايوه الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور ايوه. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 14 سنة أيوة. وكان بلغ وهو عنده 12 سنة، فطول فجأة كده دلوقتي، اللي هم وصحابه اللي كانوا قصيرين يعني ما جابوش طوله وبقوا اطول منه، وانا حاسه ان هو واقف على كده. ما هو ده اللي احنا لسه كنا بنقوله حالا، يعني انا بشكرك عشان نأكد المعلومة، ان احنا لو عايزين نتابع الولد علشان النمو، عشان نعالجه بهرمون النمو، لازم قبل البلوغ ما يحصل. اللي حضرتك هتعمليه دلوقتي انك هتعملي أشعة على الساعد بتاع ابن حضرتك اليمين او الشمال، هنشوف العظم قفل لو ما قفلش. لو العظم ما قفلش نبتدي نعمل الفحوصات ونشوف هل ممكن ياخد ولا ما ياخدش، انما بنخاف يكون العظم جزئيا قفل او قفل خالص، في الحاله دي ما بنقدرش نعالج بهرمون النمو. فهو الحقيقه بعد البلوغ بسنتين وارد يكون العظم قفل، مش هنعرف الا عن طريق اشعه عاديه، اشعه بسيطه جدا
ممكن تعمليها النهاردة أو بكرة وتتوجهي لأي دكتور غدد صماء يشوف هل ممكن نبتدي، لأن ملهاش معنى إن إحنا مثلا نقعد نعمل إجراءات هرمون النمو وحاجة مكلفة وكده وبعدين نعمل أشعة نلاقي العظم قفل وما ينفعش. فالأول في ظروف حضرتك الأول لازم نعمل الأشعة وبعد كده نبتدي نعمل الفحوصات. معانا اتصال تاني. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك، أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا ابني عنده 14 سنة، طوله 132 سنتي، ما فيش أي علامات للبلوغ ولا غير كده، قصير خالص ونحيف، وأنا مش عارفة أعمل إيه الصراحة. أنا الصراحة كنت ناوية يعني أروح القصر العيني وكده أتشوف له وكده، ورحت بالفعل، فكتب لي لسه على تحاليل كتيرة كده، قال لي طبعا. وجمع هرمونات، بس لسه ما عملتهاش يعني، طبعا. لسه هعملها وهروح. 14 بس سنة. بس اتفضل. لا، كنت عايزة أعرف يعني، مع إن أنا يعني مش قصيرة، ولا والدي قصير، وخيان وعمام، وبرضه مفيش أي حاجة زي كده، وغير كده وكده إن أخوه اللي رايح رابعة ابتدائي، طول ما شاء الله عليه، طول تقريبا أطول منه أو طوله، وهو بيلبس لبسه يعني وكده، فدي حاجة مخليه عصبي جدا طبعا طبعا. وعنيف جدا برضه مع طبعا أي انا حد. هشرح، هقول لحضرتك. هو الحقيقه برضو حضرتك اتاخرتي شويه، يعني كويس ان الولد ما بلغش، بس 14 سنه ده المفروض كان نموه يبقى غير كده، والمفروض كان يبتدي مرحله البلوغ. فهو في الحاله دي الحقيقه هيعمل تحاليل كتيره جدا، لازم هرمونات الغده النخاميه كلها تتفحص، اللي هو هرمون النمو، قبليهم طبعا الغده الدرقيه لازم، لان لو الغده الدرقيه فيها خلل هتاثر على النمو وعلى البلوغ. وبعدين نفحص هرمونات الغده النخاميه، نفحص هرمونات البلوغ الاف اس اتش والال اتش، ومفيش مانع نعمل تحليل التستوستيرون، ونعمل تحليل هرمون النمو برضو مهم قوي، ويتعمل برضو كل تحاليل الغده النخاميه زي الكورتيزون والاي سي تي اتش، علشان اغلب الظن ابن حضرتك هيبقى عنده خلل في هرمونات الغده النخاميه. كويس انه لسه ما ابتداش بلوغ، فقدامه فرصه لو كان في خلل في الاثنين، في هرمون النمو وهرمون البلوغ، بنبتدي الاول بهرمون النمو لغايه ما يطول للطول اللي المفروض يكون عليه، وبعد كده نديله هرمونات البلوغ. معانا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 14 سنه، فعايز اعرف ايه هي علامات البلوغ. هو بس صوته اللي اتغير، صوته طيب. اتغير شويه، بس عايز اعرف معلش ايه هي علامات البلوغ طيب. بصراحه يعني. هو الحقيقه بيحصل اول حاجه طفره في النمو، وبعد كده الصوت زي ما حضرتك بيتغير، واول حاجه بس دي الدكتور هيشوفها ان حجم الخصيه بيكون كبر ووصل 2 سم، وابتدي يظهر شعر في منطقه العانه وشعر الدقن يظهر وكده. انما هي في البدايه الناس بتعرف ان بيلاقي فعلا في طفره في النمو حصلت، الولد شهر عن شهر بيفرق، الصوت بيتغير شويه، والدكتور يقدر طبعا يعرف بالكشف عليه الاول بحجم الخصيه، بتبقى صغيره في الاول وبعدين ساعه البلوغ بتكبر، دي من اول العلامات، وابتدي يظهر شعر في منطقه العانه. معانا اتصال تاني. الو، ايوه الو، تحت عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله لو وبركاته. سمحت، انا ابني عنده 11 سنه، هو بالظبط اخذ، كان ابتدى ياخد هرمون النمو من اطفال مصر، ايوه، قعد حوالي 4 سنين، ايوه، بس هو اتقدم جدا يعني الحمد لله، بس دلوقتي في مشكله في الهرمون، ما بقوش يصرخوه في المستشفى. ما هو فانا انا زي ما كنت بقول للمدام اللي هي اتصلت في الاول، اللي اتعمل مع ابن حضرتك انجاز تكلفه هرمون النمو اليوميه تعدي دلوقتي 170 جنيه، فالتكلفه في الست شهور تعدي 30,000 جنيه، فكون ان حضرتك اخذتي 4 5 سنين فدي حاجة كويسة جدا جدا، الدولة تشكر عليها قوي. طب حضرتك، وسن انا ابن حضرتك دلوقتي في مرحلة البلوغ الطبيعية، فهو لو اتساب دلوقتي من غير هرمون النمو مفيش أي مشكلة، إن هو مع البلوغ هيجيله طفرة تاني في النمو، هيطول تاني حوالي 15 20 سنتي، فأعتقد مش طيب هيبقى. اتفضلي حضرتك. طيب ممكن نوع أكل معين يعني يساعد في ده؟ يعني أنا دلوقتي نوع أكل مثلا معين ممكن يساعد في إن هو يعني ينشط أو يحفز زي ما قلنا نشاط في بداية الهرمون؟ الحلقة، دي مهمة قوي، التغذية السليمة اللي هي البروتينات،
الحاجات اللي فيها كالسيوم زي الجبن واللبن والبيض والسمك والزبادي، البروتينات اللحمة والفراخ، السلطات والخضار، وممارسة الرياضة مهمة جدا جدا. وزي ما بقول لحضرتك، المرحلة اللي وصل لها ابنك اللي هي 11 سنة دي هي مرحلة البلوغ الطبيعي، فهو لو ابتدى يحصل له بلوغ دلوقتي لسه قدامه فترة سنة واتنين على بال ما العظم يقفل، يمكن ساعتها يكون ابتدينا نوفر تاني، الدولة ابتدت توفر يعني هرمونات النمو، هي موجودة يعني بس ابتدت تتصرف في أضيق الحدود لأنها اوريدي ناقصة. ألو، معانا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك. والله بس استفسار صغير بعد إذن حضرتك. تحت. أنا متابع الحلقة من شوية كده. أيوه. أنا ابني عنده 10 سنين ونص. أيوه. هو جسمه وزنه إلى حد ما مناسب. كويس. بس المشكلة كلها إن أنا بلاحظ بشكل غير مباشر كده إن حجم العضو الذكري بتاعه صغير شوية. طب هو بلغ؟ لا لا، 10 سنين ونص لسه. يعني لسه ممكن يكون ابتدى. طيب انت قلقان من ايه؟ ما هو انا قلقان حاسس يعني اخوه الاصغر منه بشوف انه ان حجمه الولد بتاعه طبيعي. الولد سمين، وزنه كام؟ لا مش سمين ولا حاجه، طبيعي خالص. طبيعي خالص، وبياكل كويس وصحته كويسه تمام ما شاء الله. برضو انا مش عايز حضرتك تقلق لان ده في اغلب الاحوال بيكون طبيعي، وطبعا لازم يتشاف، لازم طبيب يشوفه، انما في اغلب الاحوال ما هياش حاجه مزعجه. انت تحكم على حجم العضو او الخصيتين بعد بدايات البلوغ ولما يكتمل البلوغ، انما في معظم، احنا بيجي لنا كتير قوي طبعا زي ابن حضرتك والاهل بيبقوا قلقانين، مش شرط ان هو يبقى زي اخوه بالظبط، انما في معظم الاحوال ما تقدرش تحكم عليها قبل مرحله البلوغ. لكن طبعا انصحك خلي طبيب يشوفه، طبيب اطفال او طبيب غدد صماء هيفيدك شويه، يعني طبعا الكلام مش بيقدر يبين كل اللي احنا محتاجين نشوفه يعني. انما حجم الخصيتين يعني في مكانهم وظاهرين، هو الاتصال اتقطع، يهمنا طبعا نشوف اذا كان في خصيه معلقه او الخصيتين محسوسين ولا لا في الظروف اللي زي دي. انما برضو بطمن حضرتك ان في اغلب الاحوال ده بيبقى حاجه طبيعيه وما تقدرش تحكم عليها مرضيه او غير مرضيه قبل مراحل البلوغ. معانا اتصال تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا دكتور، انا بنتي عندها سنه وتسع شهور. ايوه. بس انا ملاحظه يا دكتور ان هي نموها طولها يعني قصيره شويه عن اقرانها اللي تديها. ونمو جسمها برضو قليل. بتاكل كويس؟ لا هي بصراحه انا لسه فاطمها ليها حاجه بسيطه، بس اكلتها ضعيفه جدا. لا هو طبعا دي اهم حاجه، يعني دي اهم حاجه في السن ده التغذيه الصح. يعني انت قلتي سنه وتسع شهور، كان المفروض تبتدي تدخلي حضرتك مع الرضاعه اكل من فتره اطول من كده. فاهتمي بالتغذيه دي اهم حاجه، وطبيب الاطفال بتاعها يعمل لها تحاليل مبدئيه اذا كانت محتاجه حاجه كالسيوم او فيتامينات او حديد هيديها، وتحليل الغده الدرقيه في الظروف دي مهمه قوي. بس من كلام حضرتك كده المشكله اساسا في التغذيه في الاكل. طب تنصح باكلات معينه ابدا ادخلها لها دلوقتي؟ طبعا الحاجات اللي فيها كالسيوم مهمه، يعني الزبادي، الجبنه النستو، ممكن بياض بيض، برضو اعملي لها خضار في الخلاط او خضار سوتيه تقدر تاكله. مهمه قوي الحقيقه، يعني طبيب الاطفال يمكن يفيدك كمان احسن مني في كل مرحله من المراحل تقدري تزودي لها ايه. في البدايه تزودي لها مثلا وعصاير، تدي عصير برتقال وحاجات زي كده مهمه جدا. البروتينات اهم حاجه، الحاجات اللي فيها كالسيوم مهمه جدا، الحاجات اللي فيها معادن واملاح زي الفاكهه والعصاير والسلطات والخضار مهم جدا طبعا. طيب نرجع نقول، احنا كنا بنتكلم عن هرمون النمو سواء بالزياده او بالنقصان. بالنقصان طبعا هيسبب في قصر القامه زي ما شفنا ناس كتيره قوي الحقيقه الدوله بتدعمهم في هرمون النمو، يمكن اذا عدينا بمرحله شهور او فتره قصيره قوي مش قادرين نوفره في يعني وسائل كتيرة قوي نساعد بيها لغاية ما يتوفر، وإذا اتقطع شهر أو اتنين أو تلاتة ما هياش قضية. يعني ياما ناس أخدت هرمون النمو فترة وقفته ورجعت أخدته تاني طالما لسه زي ما قلنا العظم ما قفلش أو البلوغ ما اكتملش، ما فيهاش مشكلة يعني. معانا اتصال تاني. ألو،
الو ايوه 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 ستي انا عندي 23 سنه اي وحضرتك وزني 48 اي وطولي 157 وما بزيدش خالص يعني حضرتك 23 سنه؟ اه وزنك كام؟ حاجه وزني 48 طب حضرتك يعني طبيعه اكلك كويسه ولا شهيتك للاكل مش بتاكلي كويس؟ ايوه كويس طيب هو طبعا احنا يعني في مراحل في النمو بعديها يعني مش لازم الانسان يقعد وزنه يزيد ويطول على طول يعني احنا طبعا لغايه بعد البلوغ بثلاث اربع سنين تقريبا بيكتمل او يمكن سنتين بيكتمل الطول وبرضو الوزن احنا ما نحبش الوزن يبقى يعني اكتر من اللازم احنا كل ما الواحد وزنه قليل وصحته كويسه صحيا احسن لكن حياتك لازم تجري بعض الفحوصات عشان تشوفي هل في خلل ولا لا ابسط الامور هتعملي صوره دم يعني وظائف كلى وظائف كبد تحليل بول وبراز ساعات يبقى الحاجه بسيطه قوي في شويه طفيليات في البراز بتتغذى على الاكل اللي بناكله فبتؤدي لنقص في الوزن تعملي تحليل غده الدرقيه وتحليل سكر ولو ما فيش يعني حاجه مرضيه احنا ما نزعلش من الوزن القليل انما تقدري تاكلي كويس وتمارسي رياضه كويسه وده هيساعدك في انك تبني جسمك كويس جدا معانا اتصال الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا ابني عنده 6 سنين أي بس طوله مش زي طول أصحابه يعني حاسة إن هو قصير طوله كام؟ أنا ما حاولتش أقيس طوله قبل كده بس أنا بالنظر كده بالمقارنة طب والولد بياكل كويس؟ هو ابتدى ياكل كويس من سنة فاتت كده كان الأول قليل جدا وما بيرضاش ياكل انا عايز اعرف يعني اعمل ايه برضو من كلام حضرتك اعتقد ان التغذية ليها دور ان هو اذا قعد سنة واثنين وثلاثة ما بياكلش كويس هتفرق معاه اول حاجة طبعا يتغذى تغذية سليمة يمارس رياضة كويس ويبتدي يعمل فحوصات معملية بسيطة اولها صورة دم يعمل غدة درقية يعمل وظائف كلى وظائف كبد ونشوف يعني إذا في الهيموجلوبين ناقص شوية بنديله حديد وفيتامينات بنديله أحماض أمينية بروتينات وبنقيسه كل 3 شهور إذا لقيناه بينمو مع التغذية السليمة وممارسة الرياضة يبقى هو طبيعي ما كانش كده يبقى نلجأ بقى للتحاليل اللي هي زي هرمون النمو وكده لكن برضو مش بدايتها يعني 6 سنين لسه صغير وإذا كان في القصة إن هو قعد فترة تغذيته مش كويس والولد شهيته مش كويسة لازم نبذل مجهود في الموضوع ده أول حاجة إن احنا نعمله الأكل اللي بيحبه دايما العناصر الغذائية زي ما كنا بنتكلم من شوية تبقى مكتملة عنده يمارس رياضة كويس نديله فيتامينات إذا كان هيموجلوبينه قليل الكالسيوم قليل نصلح الحاجات البسيطة دي وبنقيسه كل فترة إذا لقيناه بينمو نمو طبيعي يبقى المشكلة اتحلت ما كانش كده يبقى نلجأ لتحاليل المعقدة في زي هرمون النمو معنا اتصال تاني ألو ألو السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنا طولي 176 أي ووزني 82 كيلو أي فأنا مستقلية الوزن ده مع طولي يعني لا. عايزة أملى بس مش مملى خالص لا هو حضرتك احنا يعني حكايه الطول والوزن وكده هو 82 بالنسبه لطولك ما هواش وحش ولا حاجه بالعكس يعني احنا زي ما كنت بقول من شويه الانسان مننا كل ما وزنه يكون مش يعني قليل وصحته كويسه احسن احنا كنا بنقيس في حاجه اسمها بودي ماس اندكس حسبه كده بالطول والوزن نقول للمريض تقريبا طول وزنك قد ايه وبعدين اتضح ان دي يعني شويه بتدينا فعلا انطباع معقول وكويس لكن في بعض الناس ما بتبقاش حكايه الطول والوزن مناسبه يعني مثلا هقول لحضرتك مثلا في بتوع كمال الاجسام ممكن يبقى طولي بالظبط وهو مثلا 90 كيلو وانا مثلا وزني حاجه و80 كيلو واكون انا سمين عنه صحيح وزنه 90 لكن عنده عضلات فموضوع الطول والوزن مش مقياس مظبوط انما دلوقتي بنعمل بنقيس حجم الوسط المفروض ان هو في الذكور ما يزيدش عن 104 او 102 وفي الاناث ما يزيدش عن 88 لان السمنه اللي في منطقه البطن
هي اللي بنسميها خطر او هي المسببه للامراض. فانا الحقيقه مش شايف ان حضرتك محتاجه تزيدي في الوزن ولا حاجه، وما انصحكيش تزيدي في الوزن، يعني ما فيش مانع تجري بعض التحاليل اذا كنت انت يعني متاكده انك بتاكلي اكل زياده ووزنك ما بيزيدش، هتعملي غده درقيه وتعملي بول وبراز ووظيفه كده من وظائف الكلى والكبد، نطمن ان اجهزه جسمك كويسه جدا. انما احنا عمرنا ما بننصح بزياده الوزن حتى لو المريض عادي، يعني احنا كتير قوي يقولنا يعني ولد او بنت او واحده في سن الخطوبه او الجواز ما عندهاش حاجه مرضيه وعايزه تزيد في الوزن، احنا عمرنا ما بندي ادويه نزود الوزن، يعني بنخليه ياكل. وفي ناس بتستخدم زي ما كنا بنتكلم عن استخدام الخاطئ في بعض الهرمونات، في ناس بتستعمل بعض الهرمونات زي الكورتيزون او الهرمونات الانثويه عشان الوزن يزيد، طبعا ده في منتهى الخطوره وغلط تماما وما انصحش ابدا حد يعمل كده. معانا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. انا ابني اول ما اتولد كده كان عنده كان سمين حضرتك، وكان الثدي بيجيب سائل ابيض كده زي اللبن. فهو كان سمين شويه، فحصل 10 سنين 12 سنه ابتدى يبقى جسمه طبيعي. حضرتك بس القامه بتاعته ايه؟ ما مش طويله شويه. اتفضل. مش عارف يعني بالنسبه للثدي بتاعه كنت تعصره يجيب سائل كده ابيض. ايوه. اللبن. فمش عارف بقى ده اثر عليه قدام مستقبليا ولا انت يعني. ساعه ما كان بيحصل كده عملت الولد تحاليل هرمونات، هرمون البرولاكتين؟ لا حضرتك انا ما عملتش، الدكتور اللي اثر قال لنا ده وضع طبيعي. في بعض الاحوال بيبقى وضع طبيعي فعلا، لكن المفروض بنعمل تحليل هرمون البرولاكتين وبنعمل تحليل. لا ما ياثرش فيه لما يكبر، ما يجراش حاجه. هو دلوقتي لو هو اتاخر، هو الولد كام سنه؟ دلوقتي هو تأخر كام سنة سنه؟ هو 20 كده، عنده 20 سنة حاليا. طيب مش بلغ والبلوغ اكتمل وكده؟ بس هو الطول الطبيعي كام لل 20 سنة دول؟ لا هو ما فيش حاجة اسمها 20 سنة يبقى طوله كام، هو احنا بنقول ان البلوغ يعني من عندك 100 حاجة و60 لغاية 100 حاجة و80 أو 190 طبيعي، فما فيش حاجة اسمها 20 سنة يبقى طوله كام. احنا الانسان بيقعد يطول لغايه بعد البلوغ بثلاث اربع سنين، فهو اذا كان حصل له بلوغ مثلا عن 13 14 سنه فهو وصل للطول النهائي بتاعه، لا يمكن هيطول عن كده، يعني ما ندورش دلوقتي ان هو يطول. لكن ما دام البلغ والبلوغ طبيعي وما فيش حاجه، اغلب الظن ما كانش في حاجه فعلا مرضيه زمان، لانه هو لو في حاجه مرضيه هيبان، اذا كان هرمون البرولاكتين ده عالي هيعاكس البلوغ، هيبان في حجم الثدي، بينزل افرازات على طول، وبنعمل تحليل واشعه مقطعيه يبان. لكن 90% او 99% ان حضرتك ابنك طبيعي ما فيش حاجه مرضيه يعني. طيب نرجع اللي كنا بنتكلم على هرمون النمو، سواء بالزياده او بالنقصان ده ليه ضرر ولازم يتفحص ولازم يتعالج. ودلوقتي الحقيقه الفحوصات اتقدمت قوي وطرق العلاج اتقدمت قوي، يعني من ضمن الحاجات اللي اتقدمت في طرق العلاج علاج اورام الغده النخاميه، كانت زمان عملياتها مزعجه جدا، انما دلوقتي في عدد كبير او يعني جزء كبير من هرمونات الغده من اورام الغده النخاميه بتتشال من غير جراحه بجهاز اسمه جاما نايف يقدر يشيلها والعيان يخف ويروح في نفس اليوم. معانا اتصال. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عندي ولد رايح اولى اعدادي يعني عنده 12 سنه، والولد ده لو ماخذ ايه عنده بتاع حوالي 125 وصار دكتور كويس والحجم السمنه بتاعه كويس، بس في العضو الذكري الخصيتين باينين كويس، العضو الذكري ما يعديش سنتي ونص او سنتين. ايوه. ما هو حياتك اولا لازم طبيب يشوفه، ثانيا بطمنك ان قبل البلوغ ما تقدرش تحكم على العضو الذكري او الخصيتين هل هم طبيعيين ولا لا، الا اذا كانت الخصيتين مش باينين. في الحالة اللي زي دي بنعمل سونار وبنعمل ساعات أشعة مقطعية عشان نشوفها ظاهرة ولا لأ. في بعض الأولاد السمان بيبقى العضو الذكري مش باين، لأن المنطقة دي لو فيها تجمع دهون بيبقى يعني جزء من حجم العضو مدفون في الدهون دي وما يبانش. فإحنا بالكشف بطريقة معينة بنقدر نعرف هل هو سليم ولا مش سليم. وأحب أنوه أقول يعني إن موضوع السمنة بيعاكس البلوغ سواء في البنات أو في الصبيان.
يعني الخصيتين ربنا عاملهم عشان يعيشوا في جو وفي درجة حرارة الجو الخارجي. لما بيكون الولد سمين في منطقة المحيطة بالخصية بتهيئ الخصية جو غير مناسب ان هي تبتدي مراحل بلوغ وتنتج حيوانات منوية سليمة وكده وهرمونات سليمة. فإحنا بننصح البنات والصبيان في وقت البلوغ إذا كان البلوغ متأخر لازم يخسوا، لأن دي من أهم الأسباب اللي هي بتعاكس البلوغ وبتعاكس يعني نمو الطفل حكاية السمنة. معانا اتصال تاني. ألو ألو أيوة أيوة تحت أمرك دكتور. أنا طولي 157 ووزني 70 كيلو. أنا بعمل ريجيمات على طول، بس عندي المشكلة إن وشي بيخف أكتر من جسمي. أيوة. وأنا أصلا وشي رفيع. حياتك كام سنة؟ أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا عندي 24. أنا أصلا يا دكتور وشي رفيع عن جسمي. هو الحقيقة موضوع توزيع الدهون ده موضوع مرتبط شوية بالجينات الوراثية وبتكوين بعض الأمراض، فما فيش علاج يقدر يخسس من منطقة أو منطقة لأ، أو يعني الوش ما يخسش والجسم ما يخسش. دي ما بتتحلش يعني غير الحقيقة بجراحات تجميل، يعني إذا كان في سمنة في منطقة معينة دي بتتشال بعملية تجميل أو زيادة في يعني في الوجه أو كده بتتحسن بعملية تجميل. إنما ما فيش أدوية أو ما حدش يوصف لك أدوية يقول لك دي يعني في الناس بيوصفوا أدوية غلط حقيقة زي الكورتيزون مثلا عشان ينفخ الوش أو كده، دي طبعا حاجات غلط. فالحاجات دي يعني فيها عنصر الجينات الوراثية أكتر من أي تدخل علاجي، وما بتتحلش غير بعمليات التجميل سواء إذا كنت في جزء عايزة تقلليه أو جزء عايزة تزوديه. معانا اتصال تاني. ألو ألو لو سمحت يا دكتور. أيوة أنا حضرتك لو مؤاخذة عندي 45 سنة. أيوة ولو مؤاخذة خدت علاج فيروس سي. أيوة وبعد ما خدت العلاج بتاع فيروس سي لو مؤاخذة حصل معي زي ما تقول ضعف في الانتصاب، ولو مؤاخذة أنا حاليا دلوقتي مش عارف أعمل إيه، ورحت لهم هناك في المعهد الكبد قالوا لي أعمل تحليلات، عملت طلعت نيجاتيف مرتين، وبعد لي مرة ثالثة أعملها تطلع نيجاتيف بإذن الله هي. وبعد كده إيه هيعملوا لي كارت متابعة. حياتك أخذت الحقن ولا الإقراص الجديدة؟ الحقن بهدلتني، وقعت الشعر من على جسمي وقالوا لي دخلت يوركيشن، كانوا لازم بيتكلموا الدكاتره. وبعد كده اعطوني الدكلا فيرو الاول، انا كنت بكشف عند الدكتور حسين الشورى في فيصل، خدت برطمانين منه وكملت باقي العلاج من المستشفى هناك. طيب دلوقتي انت اخذت الدواء الجديد السوفالدي وخلاص شفيت من فيروس سي مش كده؟ ايوه عملت تحليلين، كل شهر تحليل. طيب. راح طلع سليم نيجاتيف. وظايف الكبد كويسه؟ وظائف الكبد حوالي 48 ويعني طلعت كويسه مش كويسه. طيب. يعني حاليا ما فيش تليف في الكبد؟ لا قالوا لي ما عندكش تليف، ساعه ما طلع عندي نسبه الفيروس من 340,000 قالوا لي الكبد بتاعك سليم، وعندي السكر والبنكرياس سليم برضو، عملوا لي سونار. طيب. على البطن كامل قالوا كل بطنك سليم. طيب انت سكرك مظبوط ولا ملخبط؟ اللي هو السكر بتاعك مظبوط؟ لا السكر بقالي شهر ونص ما باخدش علاج مظبوط. ماشي تمام مظبوط وبيطلع التحليل كويس والسكر التراكمي كويس؟ السكر التراكمي كويس بيطلع 7 ساعات. ولو ما اخذ انا السكر بتاع حالنا دي ما باخدش علاج بتاع شهر ونص، ممكن اروح على 120. طيب طيب انا هقول لحضرتك اذا كنت اخذت حقن الانترفيرون ساعات بتاثر على الغده الدرقيه، واذا كان في خلل في الغده الدرقيه نقص في نشاط الغده الدرقيه ده يؤثر على الانتصاب شويه، فلازم حضرتك تعمل تحليل الغدة الدرقية. وفي بعض المرضى اللي عندهم جزء في تليف في الكبد بيعلى عندهم بعض الهرمونات تأثر على الانتصاب، فحضرتك الحقيقة المفروض تعمل غدة درقية وتعمل تحليل هرمون الذكورة اللي هو الفري تستوستيرون، إذا كان فيهم خلل هيتصلح. لكن الحقيقة الحقيقة أن جزء كبير قوي من المرضى اللي بيعانوا بعدم الانتصاب ما بيبقاش فيه سبب عضوي، بيبقى السبب نفسي. الناس الحقيقة اللي جالها سكر وجالها كذا مرض كتير قوي بقى الموضوع نفسي، اللي عنده مشاكل اللي في يعني فكر معين بيسيطر عليه. إنما الواحد بقى عنده كذا مرض أو سكر بالذات يقولك لا ده السكر بيعمل كذا فيبقى هو ده السبب. الحقيقة أن أغلب الشكوى ما بتبقاش ليها شكوى عضوية، بيبقى المريض بس محتاج يغير جو، يبعد شوية عن انفعالات، يطمن ان هو ما عندوش حاجه عضويه، وبعد كده بترجع الامور تلقائيه كويسه.
بس طبعا بنعمل شويه اجراءات زي ما قلنا، تحاليل عشان ما نظلمش المريض، لازم السكر التراكمي يكون مظبوط لان السكر العالي اثر طبعا على الانتصاب، ولازم يعمل تحاليل هرمونات، هرمون الغده الدرقيه، هرمون الذكوره، وسونار على الخصيتين، وبعد كده بنطمن المريض نقول له ما عندكش حاجه وبترجع الامور، وفي بعض الادويه ممكن طبيبك يوصفها لك تساعد شويه الموضوع ده. نرجع تاني، احنا يعني اتكلمنا كتير عن مشاكل النمو، لا ان شاء الله وقت الحلقه يسمح ونتكلم عن مشاكل البلوغ. احنا عندنا مشكلتين في البلوغ، عندنا تاخر البلوغ وعندنا البلوغ المبكر. زي ما قلنا البلوغ مرحلته تقريبا من سن 9 في البنات لغاية 13 سنة، وفي الصبيان من 10 ل 14 سنة. إذا البنت أو الولد وصل في السن ده وما ظهرش علامات بلوغ، بنبتدي نعمل الفحوصات. الفحوصات أهمها زي ما ذكرنا في الأول، بنعمل هرمون الغدة الدرقية، وبنعمل هرمون البرولاكتين. في حد الحقيقة من المرضى سأل عن الهرمون ده، مهم قوي الهرمون ده، بيعاكس البلوغ سواء في الذكور أو في الإناث. بنعمل غدة درقية، وبنعمل تحليل البلوغ البرولاكتين، وبنعمل سونار على الخصيتين وعلى المبايض، مهم جدا لأن كتير قوي من بناتنا، وخصوصا زي ما كنا بنقول إن السمنة انتشرت وابتدينا نشوف السكر بدري، من ضمن العلامات دي بيظهر حاجة اسمها تكيسات في المبايض، دي بتعاكس البلوغ، وسببها الحقيقة برضو إن طريقة عيشتنا أو نمط الحياة اتغير، السمنة هي السبب الأساسي في كده. فإذا كان في تكيسات في المبايض والبلوغ اتأخر، بننصح المريضة دي في الوقت ده لازم تخس من 10 ل 15% من وزنها، وبنديها بعض الاقراص لقطعية ساعات لمرضى السكر او الوقايه من السكر اللي هو الميتفورمين يحسن، وده بيبقى حاجه بسيطه وفي خلال شهور قليله اذا كانت البنت فعلا قدرت تخسس وزنها الامور بتمشي كويس. تمام. الحقيقه في وقت الحلقه خلص، وانا كان نفسي اقعد مع حضراتكم وقت اطول من كده، انما يعني نصيحه اخيره كده، ان الام والاب يتابعوا نمو طفلهم عند طبيب أطفال متخصص، وإذا حصل تأخر في النمو أو الدكتور لاحظ حاجة زي كده، الوقت في الحكاية دي بيفرق كويس، أو لما بيجي الطفل أو الشاب في الوقت المناسب بنقدر نديله العلاج المظبوط، وما بنبقاش اتأخرنا عليه، لأن زي ما قلنا إن لو اتأخر في الوقت ساعات سبل العلاج ما بتبقاش في إيدينا. بشكر حضراتكم وألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله.